المدير الفني لمين يا فندم؟ لمنتخبنا المنتخب الاول. المنتخب الاول زي ما قلت لحضرتك هيبقى فيه مباراتين وديتين وبعد كده مباراه الارجنتين، ده خلاص يعني ان شاء الله تم بيتم الاتفاق على مباراه الارجنتين خلاص خلصت، لكن في مباراتين هو طالبهم قبل مباراه الارجنتين، برزنتيشن للشركه الرائعه شغال عليهم دلوقتي ان شاء الله وهيعرضوا عليه خلال الفتره القادمه. سايبين له كافه الصلاحيات الفنيه في اختيار مساعديه بالكامل، زي ما حضرتك شفت هو جاي بجهازه بالكامل من بره، محتاج مساعد مصري اهلا وسهلا، مش محتاج اهلا وسهلا زي ما هو عايز، عشان بعد كده هو يحاسب على كل صغيره وكبيره ان احنا ادينا له صلاحيات. ان شاء الله يعني الراجل هيوفق لانه شخصيه محترمه جدا، شخصيه شغاله على كل صغيره وكبيره، زي ما قلت لحضرتك لما يلاحظ ان العمر من 19 ل 23 لازم الاهتمام بيه، فاعتقد ان الراجل شغال صح، متابع ايضا المحترفين المصريين او المصريين اللي بيلعبوا في دورات اوروبيه من اصول مزدوجه، مصري مثلا وانجليزي او مصري وايطالي، متابع الموضوع ده وبياخد داتا كامله عليه، متابع منتخبنا في 2003 اللي كان موجود مع السعوديه بيلعب في السعوديه وحط عينه على اكثر من لاعب، فده الراجل احنا مدينه كافه الصلاحيات وهو شغال، وان شاء الله باذن الله يكون النجاح القادم باذن الله رب العالمين. ماذا عن عوده الاهلي للمشاركه في سوبر والمشاركه في كاس مصر، ماذا عن هذه العوده وما قدمه الاتحاد المصري لكره القدم للنادي الاهلي؟ عاوز أأكد لحضرتك وزي ما قلت لحضرتك إن إحنا عندنا دايما بقول إن جناحين الكرة في مصر هم الأهلي والزمالك، يعني قوام المنتخب الرئيسي بيبقى من الأهلي والزمالك، اللي حققوا انتصارات ورسموا البسمة على وجوه المصريين كلهم الأهلي والزمالك، وشفنا طبعا علاقة الاتحاد بكل الأندية ولا سيما كمان القطبين الكبيرين لابد أن تحظى بالاحترام المتبادل، مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب شخصية محترمة، يعني شخصية تحظى بمحبة الجميع. بأكد على عمق العلاقه اللي تجمع الاتحاد المصري والنادي الاهلي، واذا كان في اخطاء في حصلت في بدايه تواجدنا طبعا دي كانت غير مقصوده بالمره، لكن انا بأكد لحضرتك على احترام الاتحاد للاهلي والاهلي ايضا احترامه للاتحاد المصري. الاهلي لن يتدخل في عمل الاتحاد المصري، وايضا الاتحاد المصري هيكون دافع وهيكون في ظهر النادي الاهلي في طلباته عشان المشاركات الافريقيه وتشريف مصر. فانا بقول لحضرتك مشاركه الاهلي طبعا في السوبر ومشاركه الاهلي في الكاس دي شيء ضروري، لان الاهلي من الكيانات الكبيره جدا وهو الكيان الكبير في الكره المصريه مع نادي الزمالك، فطبعا ده شيء يسعدنا جدا جدا جدا. واحنا بنسعى الى العداله كما زي ما قلت لحضرتك بين الجميع واولهم الطبيب المصري والاهلي. هل فكرت يكون الدوري من دور واحد ونخلص يعني، ولا كان صعب وهل طرح هذا الامر؟ زي ما حضرتك عارف ان الدوري من دور واحد، عندنا الشركه الرائعه، عندنا رابطه الانديه كلهم طبعا، احنا اول حاجه عامل شاف الموسم اي في مشكله خالص الدوري عشان عدد المباريات برضه دي. دكتور ايهاب الصوت مش واضح، دكتور ايهاب اتحركت حضرتك من مكانك معلش. انا بقول لحضرتك ان المدير الفني طبعا محتاج مباريات كثيره للعيبه عشان المشاركات الافريقيه وغيرها وياخدوا خبرات، فاحنا طبعا الامر ده كله فاحنا محتاجين عدد من تجهيز اللاعبين للمنتخبات المصريه. الموسم ده الحاجه عامل قال ما فيش اي مشكله خالص ان احنا نلعب الدوري من دورين اثنين، ما فيهاش اي مشكله اطلاقا، وهيبدا 30 عشان حضرتك وينتهي 30 6، فده هيصب في صالح المنتخب المصري ان شاء الله. طيب فيما يتعلق بال مشاركة في دوري الأبطال والكونفدرالية، هل غيرتوا أي حاجة ولا لائحة موجودة هي بنتكلم، وهل هنبعت فعلا أول اسمين في بعد نهاية الدور الأول ولا ممكن نغير بعد الأزمات اللي حصلت الفترة الأخيرة؟ لا ده خلاص انتهى الموضوع خلاص، والدوري طبعا القرعة اتعملت والأهلي عارف هيعمل بيه والزمالك هيتعامل بيه. من الموسم القادم زي ما أنت عارف حضرتك هيبقى في دوري السوبر بقى الدوري الجديد، ده هيكون بجانب دوري رابطه الابطال والكونفدراليه هيكونوا موجودين فيه كمان. فالغالب طبعا على حسب تصنيف الانديه، والغالب ان شاء الله هيكون الاهلي والزمالك وبيراميدز مشاركين في دوري السوبر، ممكن بعد اللي هيجي بعدهم ممكن هو اللي يشارك في دوري الابطال واللي بعدهم هيشارك في الكونفدراليه، وعندنا كاس العرب فهتلاقي عدد كبير جدا من الانديه المصريه بيشارك في عدد من الدوريات الافريقيه والعربيه خلال الموسم بعد القادم ان شاء الله باذن الله رب العالمين. حضرتك بتقول الاهلي الزمالك بيراميدز هيشاركوا في السوبر الافريقي اللي هو ده الغالب، ده الغالب حسب التصنيف وحسب التصنيف الاتحاد الافريقي ومشاركاتهم في الدوريات الافريقيه الاخيره اللي هو جايزته 100 مليون دولار.
ده اللي هيبقوا موجودين في الثلاث انديه ان شاء الله من مصر، الاهلي، الزمالك، بيراميدز، حسب المشاركات وحسب التصنيف.